السلام عليكم، معاكم احمد سمير، والنهارده هناخد المحاضره رقم 16 من كورس السي ام اي. ان شاء الله النهارده هناخد الجوينت برودكت والباي برودكت، وباذن الله في اخر المحاضره هناخده ازاي تفرق ما بين 2 و 4 في الاستخدام. تمام، امتى تستخدم 2 وامتى تستخدم 4، وامتى ينفع تستخدم 2 او 4 في نفس السياق. تمام، يلا بينا نبتدي محاضرتنا. المنتجات المشتركة والمنتجات السنوية، Joint Products and By Product Costing. كنا خدنا الرسمة دي في يونت 4 لما اتكلمنا بشكل سريع عن المنتجات المشتركة. قلنا احنا عندنا تكاليف مشتركة، التكاليف المشتركة دي فيها عمالة مباشرة ومواد مباشرة وتكاليف صناعية غير مباشرة. تمام، التكاليف المشتركه في المسائل قد تكون رقم واحد او عده ارقام. ممكن يديها لك بشكل مباشر، يقول لك العماله المباشره قد كده، او يقول لك العماله المباشره عدد الساعات قد كده وتكلفه الساعه قد كده، فانت بتحسب التكاليف الاجماليه للعماله المباشره. ونفس الحال مع المواد المباشره والتكاليف الصناعيه الغير مباشره، اتكلمنا عن حسابتها. وغالبا في المسائل اللي زي دي ما بيطلبش منك تحسب التكاليف الصناعيه الغير مباشره، بقدر ما بيبقى ايه مطلوب منك انك تركز على ازاي هتوزع التكاليف المشتركه بتاعتك على المنتجات. فعندنا التكاليف المشتركه، وبعدين بتبقى تكاليف مشتركه لحد ما توصل لحاجه اسمها سبليت اوف بوينت، اللي هي نقطه الانفصال. بعد نقطه الانفصال بيطلع عندي المنتج A والمنتج B والمنتج C، منتجات مختلفه. بنسمي المنتجات دي جوينت برودكتس، يعني المنتجات المشتركه. كل منتج ممكن اصرف عليه تكاليف منفصله زي المنتج A والمنتج C، او ممكن ما اصرفش عليه تكاليف منفصله زي المنتج B. المنتج A اللي اتصرف عليه تكاليف منفصله، التكاليف المنفصله اللي هي السيبرابل كوستس بتطلع لي يا منتج A1 ومنتج A2. برضه المنتج C بصرف عليه تكاليف منفصله بيطلع لي C1 و C2. تقدر تقول ان الرسمه دي ممكن تقسمها نصين. تمام، النص الاولاني اللي هو قبل نقطه الانفصال، النص الثاني بعد نقطه الانفصال. تمام، النص الاولاني بنسميه التكاليف المشتركه، وهي لا تتلائم مع اتخاذ القرار، irrelevant in decision in making decision. تمام، النص الثاني اللي هو بعد نقطة الانفصال، اللي هي التكاليف المنفصلة separable costs، ودي تتلائم relevant in decision making، في اتخاذ القرار relevant. تمام، وقلنا تعريفين كده سريعين للتكاليف المشتركة والتكاليف المنفصلة. قلنا التكاليف المشتركة اللي هي joint costs are costs which are incurred up to split of point، يعني التكاليف اللي بتحصل up to split of point يعني قبل نقطة الانفصال. ممكن تستبدل up to بكلمة before، incurred before split of point. التكاليف المنفصلة هي separable costs are costs incurred beyond ذا سبليت اوف بوينت. ممكن تستبدل بيوند ب افتر، فا انكيرد افتر ذا سبليت اوف بوينت يعني بتحدث بعد نقطه الانفصال. ودي ملخص سريع كده لدرسنا النهارده عن المنتجات المشتركه. هناخده بقى النهارده ازاي بوزع التكاليف المشتركه على المنتجات المشتركه. تمام، الجوينت كوستس على الجوينت برودكتس. عندنا شوية طرق كده هناخدهم واحدة واحدة، وهناخد أمثلة على كل طريقة ونشوفوا الدنيا هتمشي معانا ازاي. حاجة أخيرة، إنك ممكن السيبرابل كوستس دي توصف بإنها أديشن كوستس أو إنكريمنتال كوستس. ممكن تلاقيها في المسائل بتتوصف على إنها أديشن كوستس يعني تكاليف إضافية، أو إنكريمنتال كوستس برضو تكاليف زيادة تكاليف إضافية. ما المقصود بالمنتجات المشتركة والتكاليف المشتركة؟ المنتجات المشتركة جزء من التكاليف المشتركة.
ولاحظ انه تم الحديث عن في الوحده الرابعه عن كل تلك التكاليف بشكل موجز. اتكلمنا بشكل سريع كده عن التكاليف المشتركه، وان شاء الله هنتكلموا عنهم باستفاضه النهارده. المنتجات المشتركه هي منتجات على الاقل منتجين، تمام؟ ما ينفعش تبقى منتجات مشتركه ويبقى منتج واحد، واخد بالك؟ لازم على الاقل يبقى منتجين، وطبعا اكتر من منتجين. هي منتجات تأتي نتيجة عملية إنتاج واحدة، وأيضا يتم استخدام في تلك العملية مواد مشتركة واحدة. أنت عندك مواد مشتركة، تمام، في عملية إنتاجية واحدة بتطلع معاك منتجات مشتركة، في حين أن التكاليف المشتركة هي كل التكاليف التي يتم تحملها حتى الوصول إلى نقطة الانفصال اللي هي سبريت أوف بوينت، وأي تكاليف بعد نقطة الانفصال هي تكاليف منفصلة. طيب التكاليف المشتركة قلنا ان هي اي تكلفة لحد نقطة الانفصال. نقطة الانفصال بتقسم لي المشهد كده نصين، قبل نقطة الانفصال وبعد نقطة الانفصال. قبل نقطة الانفصال هي تكاليف مشتركة، بعد نقطة الانفصال هي تكاليف منفصلة. وتتضمن التكاليف المشتركة مواد مباشرة، اجور مباشرة، تكاليف صناعية غير مباشرة. التكاليف المنفصلة اللي هي السيبرابل كوستس هي تكاليف يتم اضافتها الى منتجات محددة لتطويرها. زي ما قلنا كده كان عندنا المنتج ايه، صرفنا عليه تكاليف منفصله اللي هي السيبرابل كوستس، طلع معايا A1 A2 A3، وكذلك كان مع المنتج B صرفنا تكاليف منفصله فبقى عندي B1 و B2. تعريف هام للتكاليف المنفصله هي تكاليف يمكن تحديدها بشكل مباشر. التكلفه المنفصله اقدر احددها بشكل مباشر. ايه بقى الطرق اللي بوزع بيها التكاليف المشتركة على المنتجات المشتركة؟ عندنا الطريقة الاولى بنسميها عدد الوحدات المنتجة، Physical Measured Based Approach، مدخل عدد الوحدات المنتجة. تاني طريقة قيمة المبيعات عند نقطة الانفصال، Sales Value at Split Off Method، او بنسميها Gross Market Value. تالت طريقة القيمة القابلة للتحقق، Estimated معلش استيميتد نت ريلايزابل فاليو. استيميتد نت ريلايزابل فاليو يعني القيمه القابله للتحقق، استيميتد بتبقى متوقعه، استيميتد نت ريلايزابل فاليو. بعرف انطقها والله بس مش عارف ايه اللي حصل. وبختصرها في NRV. رابع حاجه نسبه هامش المساهمه، كونستنت جروس مارجن برسنتج. Constant Gross Margin Percentage، نسبة هامش المساهمة. بص بقى الرسمة هي Methods of Allocating Costs to Joint Product، وعندي الأربع طرق دول. أول طريقة دي، تمام، Physical، بيبقى إيه؟ مادية، تمام، عدد الوحدات المنتجة المادية. الطرق الثانية اللي هي Estimated Net Realizable Value و Constant Gross Margin Percentage و Sales Value at Split Off Method، دول بسميهم Market Based Approach. Market Based Approach يعني مدخل بيعتمد على السوق، تمام، على السوق، تمام. وأول طريقة دي Physical بسميها Physical Approach يعني مدخل مادي. طيب الطريقة الأولى اللي هي عدد الوحدات المنتجة، Physical Measure Based Approach، وفيها يتم استخدام الوحدات كأساس للتوزيع. بوزع التكاليف المشتركة على أساس عدد الوحدات. تتكون هذه الطريقة من ثلاثة خطوات. واحد، تجميع عدد الوحدات التي ظهرت في المثال. يعني مثلا لو قلت لك إن أنا عندي 100 برميل زيت و200 برميل جازولين و300 برميل بترول و400 برميل نفط، بجمع انا الوحدات دي فبيطلع معايا 1000 برميل. تاني حاجه، تحديد نسبه كل منتج من اجمالي المنتجات. بجيب نسبه لكل منتج، يعني انا عندي اول حاجه اللي هي براميل الزيت عندي 100، ف100 بقسمها على الاجمالي، 100 على 1000 في 100 يديني 10%، تمام. نفس الحال مع ال 200، بجيب 200 اقسمها على 1000 في 100
يديني 20%، نفس الحاجة مع التلتمية، 300 على 1000% يديني 30%، وبرضو 400 على 1000% يديني 40%. وطبعا لازم الإجمالي بتاع المنتجات يديني 100%، ده طبيعي، اللي هي 100% اللي في الآخر، 10%، 20%، 30%، 40% يديني 100%. لاحظ أن تلك النسب تعبر عن عدد وحدات وليس قيمة الوحدات، قيمة البيع أو قيمة التكلفة. أنا هنا دي النسبة دي عدد وحدات، مش سعر بيع ولا سعر ولا تكاليف، فهنا عدد وحدات مش دولار. وخد بالك من الجزئية دي، إن الفيزيكال ميجر جاي من اسمها فيزيكال، فيزيكال يعني مادي، فجاي من اسمها بتعتمد على عدد الوحدات وليس على قيمة بيعية أو تكلفة. تالت حاجة، بوزع التكاليف المشتركة. إزاي بقى؟ بقول لك إذا كانت التكاليف المشتركة، ودي بتبقى معطاة في المسألة ب100,000، هو هيديك إن التكاليف المشتركة بالسعر الفلاني أو بالمبلغ الفلاني. إذا وتطبيقا على المثال السابق، فإن الزيت قلنا إن هو اللي هو براميل الزيت اللي هم 100 برميل عملوا 10%، فهضرب 10% في 100,000 دولار، هديني 10,000 دولار. الجازولين طلع معايا 20%، اهو 200 برميل، 20% في 100,000 هديني 20,000 دولار. كذلك الامر مع البترول، وكذلك الامر مع النفط. ولازم اجمالي التكاليف المشتركة، انا لو جمعت من اول 10,000 لحد 40,000، 10,000، 20,000، 30,000، 40,000، هيديني 100% اللي هم التكاليف المشتركة اللي انا وزعتها. تمام، واضح؟ فالزيت هياخد من 100,000 هياخد 10,000، الجازولين هياخد 20,000. ليه؟ لان الجازولين اخد 20% من الالف برميل. تمام، الاجمالي اللي انا جبته في الاول 1000 برميل، تمام، 200 على 1000 اداني 20%، فضربتهم في اللي هي التكاليف المشتركه اداني 20,000 دولار. كذلك الامر مع البترول والنفط، ولازم اجمالي التكاليف المشتركه في الاخر يبقى 100,000 دولار. تمام، اللي هو اجمالي اللي هو التكاليف المشتركه اللي هو عاطيها. طيب ايه هي مميزات تلك الطريقه؟ انها بسيطه، طريقه بسيطه سهله، مش محتاجه انك تشوف اسعار ولا انك تشوف تكاليف، لا، انت بتشوف عدد الوحدات وبتوزع بناء على عدد الوحدات المنتجه. طيب عيوب تلك الطريقه، عيب تلك الطريقه هو ان التوزيع على اساس عدد الوحدات طريقه غير عادله في التوزيع، حيث انه من الممكن ان تتحمل منتجات سعر بيعها قليل لكن عدد وحداتها كبير، تكلفه كبيره جدا، التكاليف لا تتطابق مع الايراد. طيب مقصود ايه بالجمله دي؟ انا مثلا عندي، لو اخذنا المثال ده، افترضنا ان مثلا، خلينا ناخده اول رقم واخر رقم، ممكن اقول لك ان براميل الزيت، تمام، بتتباع اكتر من براميل النفط، او سعر بيعها يعني اكتر من براميل النفط. فانا ال 100 برميل دول ممكن ابيعهم بمثلا بمليون دولار، في حين ان ال 400 دول ممكن ابيعهم ب 10,000 دولار. تمام، لكن لما اجي احمل التكلفه بالطريقه دي، هحمل ال 400 برميل اللي انا هبيعهم ب 10,000 دولار، هحملهم 40,000 تكاليف مشتركه، وبالتالي هبيع بخساره، هيبقى عندي خساره هنا 30,000. ده مثلا يعني، في حين ان ال 100 برميل اللي هبيعهم بمليون هحملهم تكلفه ب 10,000، فهيبقى عندي مكسب رهيب. تمام، وكذلك بقى مع مثلا مع الجازولين، مع البترول. فالطريقه دي ما بتحطش يعني المنتجات المشتركه، ما بتشوفش قيمتها في السوق عامله ازاي. انت انتجت 100 برميل هنا، خلاص يبقى هتحمل كل برميل، هيتحمل ال 100 برميل دول، هشوف من اجمالي البراميل وهحمله تكلفه، زي ال 400 برميل من اجمالي البراميل وهحمله تكلفه.
فماليش دعوه بقى ال 100 برميل بيتباعوا قد ايه، 400 برميل بيتباعوا بقد ايه. كذلك الامر مثلا لو قلنا يعني ابسطها عليك، لو قلنا انك عندك منجم بتعمل بتطلع منه ذهب وبيطلع معاك مع الذهب نحاس، تمام؟ النحاس بيطلع عندك بشكل كبير، تمام؟ في حين انه ممكن يبقى معاك منتج ثانوي مش ملهوش لازمة، والذهب بيطلع بشكل قليل، يعني انت بتطلع جرامات معدودة في حين انك ممكن تطلع عدد اكبر من الجرامات، تمام؟ وممكن توصل نص كيلو مثلا، 500 جرام مثلا، في النحاس، وفي الذهب بتوصل 10 جرام بالعافية. فلو جيت حملت بالطريقة دي هتحمل النحاس تكاليف اعلى، لانه انت انتجت اكتر من النحاس، فعندك عدد الوحدات او اللي هو عدد الجرامات هنا عندنا في النحاس اكتر، فالتكاليف المشتركة هتتحمل بشكل اكبر على النحاس، في حين ان النحاس قيمته في السوق مش زي الذهب. ال10 جرام ذهب دول ممكن يساوي ال500 جرام نحاس، تمام؟ لكن لانك استخدمت طريقة سهلة اللي هي الفيزيكال ميجرد ابروش، ميجرد بيست ابروش، لانك استخدمت الطريقة دي اللي هي عدد الوحدات المنتجة، حملت النحاس تكاليف ما ينفعش تحملها، تمام؟ وبالتالي ممكن يوصل معاك انك تبيع النحاس بخسارة. والذهب بيتحمل لانه 10 جرام، فبيتحمل يعني اي كلام من التكاليف، والمكسب بتاعه معاك لما تيجي تشيل تكاليفك من الايرادات، هتلاقي ان صافي الربح عندك عالي جدا على الفاضي، تمام؟ فدي او ده العيب الاساسي في الطريقه دي، تمام؟ فعيبها ان هي بتوزع على عدد الوحدات، ودي طريقه غير عادله في التوزيع. ممكن منتجات سعر بيعها قليل زي النحاس، لكن عدد وحداتها كبير زي النحاس برضو 500 جرام، فبالتالي هتاخد تكلفة كبيرة جدا. ومنتجات تانية قليلة لكن سعرها عالي هتاخد تكاليف قليلة. ودي أول طريقة معانا. تعالى ناخد سؤال من هوك، اسطوانة هوك، بيقول لك تقوم شركة كليان بتصنيع مستحضرين للعناية بالبشرة، وهما سائل البشرة الجافة وسائل البشرة الحريرية من عملية مشتركة. التكاليف المشتركة المتكبدة هي 420 ألف دولار للإنتاج المعياري الذي يولد 180 ألف جالون من سائل البشرة الجافة و 120 ألف جالون من سائل البشرة الحريرية، ويتم بيع سائل البشرة الجافة مقابل 202 دولار و40 سنت للجالون، وسائل البشرة الحرارية مقابل 3 دولار و90 سنت للجالون. إذا لم يتم تكبد أي تكاليف إضافية بعد نقطة الانفصال، فإن مقدار التكاليف المشترك لكل عملية إنتاج مخصصة لسائل البشرة الحرارية على أساس الكمية المادية الفيزيكال كوانتيتي اللي هي الفيزيكال ميجرد أبروتش. ويعطيني الاختيارات. تعالوا نشوفوا حل المسألة دي إزاي. هو أعطيك إن التكاليف المشتركة 420 لازم تبقى اخدها جاهزه هنا، تمام؟ من اجل توزيع التكاليف المشتركه باستخدام اساس الكميه الماديه، نحتاج الى تحديد الكميه الماديه الاجماليه التي تم انتاجها. هو اعطيك ان الاجمالي عندي 180 جالون من سائل البشره الجافه و 120 جالون من سائل البشره الحريريه، حجمهم على بعض اللي هي الخطوه الاولانيه هيطلع لي 300 جالون منها سائل البشرة الحريرية يشكل 40%. جاب ازاي ال 40%؟ هو احنا بنتكلم عن سائل البشرة الحريرية، هو هنا عايز يعرف التكاليف المشتركة اللي هوزعها على سائل البشرة الحريرية، وبالتالي هجيب سائل البشرة الحريرية كان عندنا في المثال ب 120 جالون والاجمالي 300، هقسم 120 على 300 هيديني 40%. لذلك يجب ان تحصل سائل البشره الحريريه على 40% من التكلفه المشتركه اللي هي 420 في 40% يديني 168 الف دولار.
تمام، ضربت 420 في 40% عشان اجيب سعر البشره الحراريه. هو مطلوب مني سعر البشره الحراريه، مش لازم اروح اجيب الحاجه الثانيه اللي هي سعر البشره الجافه لانها مش مطلوبه. ف 168 اللي هي الاجابه سي. تاني طريقه اللي هي القيمه البيعيه عند نقطه الانفصال، السيلز فاليو ات سبليت اوف ميثود اللي هي الجروس ماركت فاليو. وفيها يتم استخدام قيمة المبيعات كأساس للتوزيع، وهي أفضل الطرق، أفضل طريقة أقدر أوزع بيها التكاليف المشتركة على المنتجات المشتركة هي الطريقة دي اللي هي قيمة المبيعات عند نقطة الانفصال. أول حاجة بعملها بحدد قيمة المبيعات لكل منتج من المنتجات، وهذا عن طريق ضرب عدد وحدات كل منتج في سعر الوحدة للمنتج، ثم تجمع النواتج لنحصل على الإجمالي، إجمالي قيمة المبيعات. تاني حاجة بعمل نسبة بيع لكل منتج من إجمالي قيمة المبيعات، بعمل نسبة برضه، أخد بالك نفس الطريقة الأولانية، بعمل نسبة لكل منتج. فأول حاجة إن أنا بشوف قيمة المبيعات، تمام، بحيث إن أنا بضرب عدد الوحدات في السعر، وبجمع المنتجات عشان أوصل لإجمالي قيمة المبيعات، وبعدين بطلع نسبة لكل منتج. نقوم بقسمة قيمة المبيعات لكل منتج على إجمالي قيمة المبيعات للمنتجات كلها. طيب في الطريقة الأولى كنا بنقسم عدد الوحدات لكل منتج على إجمالي عدد الوحدات للمنتجات كلها، تمام. فاكر المثال الأولاني خالص اللي ما قلنا 100 برميل زيت على 1000 برميل اللي هم إجمالي عدد البراميل، طلع لي 10%. فهنا بجيب نفس الطريقة بس مع قيمة مبيعات، مع دولار مش مع عدد وحدات. لاحظ هنا وعلى عكس الطريقة السابقة فإن النسب تعبر عن قيمة المبيعات التقديرية وليس قيمة الوحدات، سعر وليس عدد. وخد بالك إن أنا قيمة المبيعات عندي هنا التقديرية مش قيمة مبيعات حقيقية، يعني أنا بقدر إن أنا هبيع بسعر فلاني مش حاجة حصلت فعلا، يعني ما بعتش لسه. ثالث حاجة بوزع التكاليف المشتركة، بضرب التكلفة المشتركة في كل نسبة على حدة، وهذا يتم وبهذا يتم تحميل كل منتج بما يلزمه من تكاليف. طريقة توزيع التكاليف المشتركة إن أنا بجيب النسبة وبضرب في إجمالي اللي هي التكاليف المشتركة، وبوز وكده بدي كل منتج بحسب النسبة بتاعته. انتبه، لابد أن يكون الإجمالي إجمالي التكاليف الموزعة على المنتجات يساوي مجموع التكاليف المشتركة. زي ما قلت لك برضه في اول مثال، احنا قلنا ان اجمالي التكاليف المشتركه اللي كان اعطاها لي في المساله 100,000، عملت انا النسب وقعدت وزعت لكل منتج، لازم في الاخر لما اجمع التكاليف الموزعه على المنتجات الاقي التكلفه المشتركه تساوي 100,000 او الرقم المعطى في المساله. مميزات تلك الطريقه، من مميزات تلك الطريقه انها تعطي نتائج اكثر دقه مقارنه بالتوزيع على اساس الوحدات. طبعا عيوب تلك الطريقه انها تحتاج الى عمليات حسابيه اكثر ومعلومات اكثر، بالاضافه الى انه من الممكن الا تكون للمنتجات اي قيمه بيعيه عند نقطه الانفصال. خد بالك ان الطريقه دي اهم عيب عندها ان هي بتقول لك ان المنتج هيتباع عند نقطه الانفصال، في حين ان في منتجات ما اقدرش ابيعها عند نقطه الانفصال، تمام. ما ينفعش يبقى ليها تكاليف مشتركة بس، لازم يبقى ليها تكاليف منفصلة، تمام، لازم أكمل الرسمة، تمام، مش حاجة تكاليف مشتركة بعدين هطلع المنتج عندي وخلاص المنتج طلع لازم يتباع، لا، في منتج لازم يتعمل له سيبرابل كوستس و اديشنال بروسيس، يعني عمليات إضافية عشان يتباع. فده عيب تلك الطريقة إن هي بتركز على ان المنتج هيتباع عند نقطة الانفصال. سؤال من هوك، السؤال بيقول لك برضو شركة كليان تقوم شركة كليان بتصنيع مستحضرات للعناية بالبشرة ومسائل البشرة الجافة ومسائل البشرة الحرارية، من عملية مشتركة، التكاليف المشتركة المتكبدة هي 420,000 دولار للإنتاج المعياري الذي يولد 180,000 جالون من سائل البشرة الجافة و 120,000 جالون من سائل البشرة الحرارية، ويتم بيع سائل البشرة الجافة بمقابل 2 دولار و40 سنت للجالون، وسائل البشرة الحرارية مقابل
$3 و90 سنت للجرم، بافتراض ان كلا المنتجين قد تم بيعهما عند نقطة الانفصال، فإن مقدار التكلفة المشتركة لكل عملية إنتاج يتم تخصيصها لسائل البشرة الجافة على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق اللي هي الـ NRV. هي خد بالك إنه عايز المرة دي سائل البشرة الجافة، تمام؟ إحنا المرة فاتت أخدنا سائل البشرة الحرارية وتعاملنا مع $120,000 $120,000 جالون، معلش المرة دي هنتعامل مع $180,000 جالون، وعاطيني التكاليف المشتركة نفس الرقم بتاع المرة فاتت، لكن المرة دي أنا هستخدم الرقمين دول $2.40 و $3.90، في حين إن أنا في المرة اللي فاتت كأن الرقمين دول مش موجودين في الطريقة اللي هي الفيزيكال المادية، ما بستخدمش أسعار البيع، في حين إن في الطريقة بتاعت صافي القيمة القابلة للتحقق بستخدم سعر البيع. وخد بالك ان انا كل منتج بيبقى ليه سعر بيع مختلف، دي حاجة تاخد بالك منها في المسائل، ان كل منتج بيبقى ليه سعر بيع مختلف. شوفوا ازاي الحل. قالك يتم احتساب الـ NRV كسعر بيع كسعر مبيعات مطروح من التكاليف المطلوبة لإكمال العنصر والتخلص منه. من اجل تخصيص التكاليف المشتركة باستخدام الـ NRV نحتاج اولا لحساب النت ريلايزابل فاليو لكل من المنتجين. هذه العملية اسهل في هذا السؤال لأنه لا توجد تكاليف أخرى تقلق بشأنها، لذا فإن الـ NRV يساوي سعر بيع، لأن أنا ما عنديش تكاليف بعد نقطة الانفصال وعندي بس التكاليف المشتركة، وبالتالي الموضوع هيبقى سهل. فهقول 180,000 جالون من سائل البشر الجافة مقابل $2.40 الجالون، هضربهم في بعض هيديني $432,000، وهناك 120 بتاعت السائل البشرة الجافة الحرارية، معلش 120 هضربه في $3.90 هيديني $468,000. يبلغ هذان المنتجين معا صافي قيمة قابلة للتحقق بقيمة $900,000. هجمع ده على ده $468,000 على $432,000 هيديني $900,000. يمثل منتج البشرة الجافة منها 48%. جبت ازاي برضو النسبة دي؟ انا عندي المنتج البشرة الجافة اهو 432 على 900 اداني 48%، لذا يجب توزيع 48% من التكلفة المشتركة على سائل البشرة الجافة، ومن التكلفة المشتركة 420 في 48% فهتاخد سائل البشرة الجافة هياخد $201,600، تمام؟ واضح؟ أنا جبت هنا التكاليف المشتركة عندي وضربتها في النسبة زي ما عملت مع الطريقة الأولانية. تقدر تقول إن الطريقتين متشابهتين بشكل كبير، الفرق بس إني هنا بستخدم سعر البيع، في حين ان في الطريقه الاولانيه سعر البيع ده ولا كاني شايفه. الطريقه الثالثه اللي هي القيمه القابله للتحقق سميتد نت ريلايزابل فاليو، قيمه المبيعات بطرح منها تكاليف التصنيع الاضافيه اللي هي السيبرابل كوستس، بعمل حساب القيمة القابله للتحقق لكل منتج، ويتم هذا بضرب عدد الوحدات المنتجه في سعر البيع ناقص تكاليف البيع. تاني حاجة بعملها تحديد نسبة كل منتج من إجمالي القيمة القابلة للتحقق، قيمة قابلة للتحقق لكل منتج على إجمالي القيمة القابلة للتحقق للمنتجات في 100. تالت حاجة بوزع التكلفة المشتركة بضرب التكلفة المشتركة في كل نسبة على حدة، وبهذا يتم تحميل كل منتج بما يلزمه من تكاليف. هناخد سؤال على الطريقة دي، بس تعالى إيه نشوف الكلام النظري عليها الأول وبعدين ناخد السؤال. مميزات تلك الطريقة إنها تعطي نتائج أكثر دقة، تعالج مشكلة المنتجات التي ليس لها قيمة بيعية عند نقطة الانفصال، المنتجات اللي ما عندهاش ما اقدرش ابيعها عند نقطة الانفصال بعمل لها بستخدم معاها الطريقة دي، تمام؟ القيمة القابلة للتحقق اللي هي لازم يبقى ليها تكاليف اضافية سيبرابل كوستس
عشان تتباع بستخدم معاها قيمة مقابل التحقق، في حين المنتجات اللي أقدر أبيعها عند نقطة الانفصال اللي هي قابلة للبيع عند نقطة الانفصال بستخدم معاها الطريقة التانية اللي هي السيلز فاليو ات سبليت اوف ويت. عيوب تلك الطريقة أنها تحتاج إلى عمليات حسابية أكثر ومعلومات أكثر، بالإضافة إلى كون تلك الطريقة تبنى على فرضيات تقديرات. تمام؟ الطريقة دي بتتبنى على تقديرات، وخد بالك إن الطريقة دي بطرح التكاليف من سعر البيع. تمام؟ في حين أن الطريقة الثانية كان يتم التعامل مع سعر البيع فقط، هنا أنا بضرب عدد الوحدات المنتجة في سعر البيع ناقص تكاليف البيع. في حين ان في الطريقة التانية اللي هي السيلز فاليو ات سبريت اوف بوينت ضربت في سعر البيع بس. سؤال هوك بيقول لك شركة كليان بتصنيع مستحضرات للعناية المباشرة، ونفس المثال السابق، اذا كانت تكاليف المعالجة الاضافية بعد نقطة الانفصال، بص بقى هنا هو عطيني سعر بيع تمام فوق، ويتم بيع سائل البشرة الجافة مقابل مش عارف ايه، والبشرة الحرارية مقابل لا. بيقول لي ان عندي تكاليف معالجة اضافية بعد نقطة الانفصال اللي هي افتر سبليت اوف بوينت ب $1.40 للجالون الواحد من سائل البشرة الجافة، و $90 للجالون بالنسبة لسائل البشرة الحرارية. فإن مقدار التكاليف المشتركة لكل عملية انتاج موزعة لسائل البشرة الحرارية على اساس صافي القيمة القابلة للتحقق اللي هي النت ريلايزابل فاليو. شوف حلها ازاي. يتم حساب صافي القيمه القابله للتحقق اللي هي الان ار في على اساس سعر البيع مطروحا منه التكاليف المطلوبه لاكمال العنصر والتخلص منه. من اجل توزيع التكاليف المشتركه باستخدام صافي القيمه القابله للتحقق، نحتاج اولا الى حساب صافي القيمه القابله للتحقق لكل منتج من المنتجات. يمكن القيام بذلك على اساس كل واحده على النحو التالي: بجيب سعر بيع سائل البشر الجافه اللي هو 240 $2.40 للجالون الواحد، ولكل ولكن هناك تكاليف معالجه اضافيه للسائل البشر الجافه، عندي تكاليف معالجه اضافيه $1.40 للجالون، وهذا يترك صافي قيمه قابله للتحقق ب $1. عمل ايه؟ اللي هو التكلفة طرحها من سعر البيع اداني $1، $1.40 طرحهم من $2.40 اداني $1. تمام؟ للجالون الواحد من سائل البشرة الجافة. وبما ان هناك 180 نقل بقى على سائل البشرة لسه احنا بنجيب سائل البشرة، هو المطلوب هنا موزع لسائل البشرة الحرارية، سائل البشرة الحرارية، ولا انا كاتبها غلط؟ المفروض سائل البشرة الجافة. هنشوف. وبما ان هناك 180 ألف جالون من سائل البشرة الجافة، فان صافي القيمة القابلة للتحقق لسائل البشرة الجافة هو $180,000. عمل ايه 180,000؟ ضربهم في اللي هي النت ريلايزابل فاليو اللي هي صافي القيمة القابلة للتحقق، جاب السعر طرحه من التكلفة، او جاب التكلفة طرحها من السعر، فطلع معايا دولار. ضرب عدد الوحدات عشان يجيب اجمالي عدد او اجمالي الدولارات المفروض ندفعها، اجمالي التكلفة يعني، اللي هي $180,000. 180 في دولار اداني $180,000. وبنعمل نفس الشيء بالنسبة لسائل البشرة الحرارية، لنحصل على صافي القيمة القابلة للتحقق $3 للجالون الواحد. عمل ايه برضو؟ جاب ان انا عندي هنا سائل البشرة الحرارية هبيعه $3.90، والتكاليف الاضافية عندي 90 سنت، ف طرحتهم من بعض، طلع معايا فين؟ طلع معايا $3 اهو، $3.90 سعر البيع، 3 ناقص 90 سنت التكاليف الإضافية السيبرابل كوستس، فإداني $3. ومع 120 جالون اللي هي الجالونات بتاعت سائل البشرة الحرارية، هضرب طبعا 120 في $3 هيديني $360,000. حجمهم على بعض $360,000 على $180,000 هيديني $540,000 صافي القيمة القابلة للتحقق، وسائل البشرة الحرارية يشكل
3 على 2 من اجمالي صافي القيمه قابل للتحقق. لذلك يجب ان يتحمل سائل البشر الحراريه مبلغ 3 على 2 من التكاليف المشتركه. هضرب 420 في 3 على 2 هيديني 280,000 دولار. وفي كلمه كده dispose of يعني يتخلص منها، dispose of. هو هنا استخدم 3 على 2 في الحل، تمام، لكن انت ممكن تجيب النسبه بقى، يعني انا مش عارف والله يعني 3 على 2 دي كام في الميه، لكن انت ممكن تجيبها في الميه بحيث انك تعمل ايه. هو عايز، احنا بنتكلم على بتاع البشره الحراريه المطلوب بالبشره الحراريه اللي هم ال 120 جالون، جابهم هنا تمام وقسمهم على 360. هذا اجمالي قيمة قابلة للتحقق من لا 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 لا، انا جبت 360 قسمتهم على 540 اداني 3 على 2. ممكن نفتح الآلة كده سريعا، معلش ايه هنخرجه بره شوية. الآلة عشان اجيب لك النسبة دي بالظبط. هو احنا قلنا 360 على 540 اداني 66%، تمام. ف 420 في 66 اداني 277.2 280. نعدوها تاني كده عشان ممكن نكون اتلخبطنا في حاجه. انا عندي التكلفة، أنا بجيب القيمة القابلة للتحقق 360 ضربت 120 في 3 اداني 360، جميل. والمجموع بتاع ال 360 وال 180 540، جميل. ف 360 صح، مش 360 دول بتوع البشرة الحرارية اللي أنا عايزها، 360 على 540 اداني 66.7، يعني هنقوله 67 او 67، تمام. 0 و 67 في كام؟ 420 281. هو في الاختيارات 280، ماشي 280، تمام، مش هنختلف كتير. 281 280 مش هتفرق. انا بس عايزك تاخد بالك من حاجه في السلايد اللي فات. انا هنا كاتب لك تكاليف البيع، المفروض لا، التكاليف التصنيع الاضافيه، معلش تمام، صلحها عندك في الورقه او انا هصلحها لك، انا هصلحها لك قبل ما ارفع الورقه ان شاء الله. نشوفوا الطريقه الرابعه، نسبة هامش المساهمة اللي هو الـ Constant Gross Profit Method. بصوا يا جماعة، الطريقة دي انت ايه اعرفها كده، انا مش هديك عليها اسئلة لان هي مش هتلاقي عليها اسئلة لا في هوك ولا في جلايم ولا في اي حتة. الطريقة دي مؤخرا نزل عليها اللي انا شفته، يعني سؤال في الريتايرد وفي اخر الريتايرد نزل، ونزل سؤال، السؤال ده نفسه هو اتحط في اسطوانه هوك الجديده اللي هي بتاعت 2018، تمام. والسؤال طويل واجابته طويله، وهو سؤال واحد كده ما بين كل الاسئله. فبالتالي ركز على اول ثلاث طرق واعرف الطريقه دي كده من بعيد. لو لقيت مطلوب منك انك توزع بنسبه هامش المساهمه كونستنت جروس بروفيت، ارجع للورق واتعامل كده واحده واحده. اول حاجه بحسب القيمه الاجماليه لهامش المساهمه لجميع المنتجات. هناخده الحل كده بشكل سريع. ويتم هذا كالاتي: اجمالي المبيعات ناقص اجمالي تكاليف البيع ناقص اجمالي التكاليف المشتركه. تاني حاجه بعمل نسبه هامش المساهمه من اجمالي المبيعات، اجمالي هامش المساهمه على اجمالي المبيعات، وبعدين بطلع نسبه تكلفه المبيعات 100% ناقص نسبه هامش المساهمه. تالت حاجه تحديد التكلفه النهائيه لكل منتج، ويتم ذلك كالاتي: المبيعات للمنتج في نسبة تكلفة المبيعات ناقص تكلفة بيع المنتج. والتأكد من صحة الحل: لابد أن تتساوى التكاليف النهائية للمنتج مع التكاليف المشتركة، دي حاجة ثابتة معانا في كل طرق توزيع التكاليف.
قرارات البيع او المعالجه الاضافيه للمنتجات المشتركه سيل اور بروسيس فارذر ديسيشنز. كده يا جماعه احنا خلصنا توزيع التكاليف المشتركه واخدنا الاربع طرق بتوع توزيع التكاليف المشتركه واخدنا امثله على ثلاث طرق واسئله على ثلاث طرق. قرارات البيع والمعالجه الاضافيه دي جزئيه كده صغيره تمام مهمه كويس انك تعرفها، هي بسيطه عايزه بس تشغل دماغك كده وهتفهمها، وبيجي عليها اسئله تمام فافهمها معايا وباذن الله ما يقفش معاك اي سؤال في الجزئيه دي. بيقول لك هل ابيع المنتج عند نقطه الانفصال ولا اعمل عمليات صناعيه اخرى وبعدين ابيع المنتج؟ ده السؤال. وخد بالك العمليات الصناعيه الاخرى دي تشمل تطوير وتحديث المنتج تمام، حاجات بتتحط في المنتج بتطوره وبحدث بالمنتج بخليه افضل من مما هو عليه. فاني افضل لنا كمنشاه اعمل ابيع المنتج عند نقطه الانفصال اتسبريت اوف بوينت ولا اعمل عمليات صناعيه اخرى؟ الاجابه انا بسال هل الناتج من تلك العمليات الاضافيه يحقق ايرادات اكبر من تكاليف تلك العمليات؟ موضوع سهل، هعمل عمليات اضافيه ولا لا؟ هل هكسب ايرادات اكبر من التكاليف اللي هصرفها على تلك العمليات الاضافيه ولا لا؟ تمام، فالسؤال بجاوب عليه بسؤال، واجابه السؤال بتاع الاجابه بتاع السؤال الاولاني كده. لو كانت الاجابه لا اذا يتم البيع عند نقطه الانفصال، لو الايرادات اللي هتجيلي مش اكبر من التكاليف العمليات، او لو تكاليف العمليات دي اكبر من الايرادات، يعني انا عندي المنتج تمام هصرف عليه تكاليف تمام، طبعا هزود من تكاليف المنتج غير التكاليف المشتركة هحط تكاليف اضافية، لكن لما حاجة ابيع هل التكاليف الاضافية دي يعني غطت الايرادات؟ يعني انا هدفع تكاليف اضافية مثلا $100 تمام، لكن جيت ابيع لقيت نفسي زودت على سعر المنتج $60 تمام، فطبيعي ان انا مش هعمل العمليات الاضافيه تمام، وبالتالي مش هتكبد التكاليف الاضافيه. طيب اذا كان الجواب هو نعم اذا نقوم بالعمليات الصناعيه الاضافيه، لو الايرادات اكبر من التكاليف طبعا هعمل تكلفه العمليات او هعمل العمليات الاضافيه. لو تكلفتي 100 وايراداتي هتبقى 130 120 150 ماشي تمام. اذا قرار دخول المنتج في عمليات صناعيه اضافيه او البيع عند نقطه الانفصال يعتمد على مقدار ما سيتم الحصول عليه من ايرادات اضافيه بنسميها incremental revenue مقارنه بالتكاليف الاضافيه incremental cost. طيب بص السؤال ده نحله مع بعض كده بسرعه، يعني يتم بيع المنتج عند نقطه الانفصال اذا كانت التكاليف الاضافيه الايرادات الاضافيه، ببيع المنتج عند نقطه الانفصال اذا كانت التكاليف الاضافيه اكبر من الايرادات الاضافيه، يتم بيع المنتج بعد عمليات صناعيه اضافيه اذا كانت التكاليف الاضافيه الايرادات الاضافيه التكاليف الاضافيه اصغر من الايرادات الاضافيه. انتبه، سواء كنت ستأخذ المنتج إلى عمليات صناعية إضافية أو لا فإنه لا يتم أخذ التكاليف المشتركة بعين الاعتبار حيث تعتبر تلك التكاليف غارقة. احنا اتكلمنا عن مصطلح اسمه السانك كوست، التكاليف الغارقة. التكاليف اللي هي before the split of point اللي هي up to the split of point دي بتعتبر تكاليف غارقة سانك كوست، تبقى irrelevant. لو رجعت للرسمة التكاليف دي احنا وصفناها بانها غير ملائمه لاتخاذ القرار، وتقدر توصفها بانها تكاليف غارقه سانك كوست، يعني خلاص تكاليف خلاص انا تكبدتها تمام، مش ملائمه ان انا اخد بيها قرار زي ان انا اكمل عمليات اضافيه ولا ابيع. وهذا لكونها تكاليف تم تحميلها ونتج عنها خروج المنتج، لذا فهي لن تفيد في قرار التصنيع الإضافي من عدم. In sale or process further decisions, joint costs are irrelevant since they are sunk costs
at the decision point، لأنها التكاليف اللي هي المشتركة غير ملائمة لأنها تكاليف غارقة عند نقطة اتخاذ القرار. تمام، بالنسبة لي تكاليف خلاص أنا تكبدتها مش هتؤثر في الأمر شيء. مثال للتوضيح، تعالى ناخد المثال ده بسرعة كده عن ال هناخد المثال ده وهناخده بعدين سؤال من هوك عن هل أبيع عند نقطة الانفصال ولا أعمل عمليات إضافية. لو عندي المنتجات دي تلاجة وغسالة وبوتاجاز على الوحدات 10,000 10,500 11,500 وسعر البيع الواحدة عند نقطة الانفصال فرضا كده 10 دولار 30 دولار 20 دولار، سعر البيع الواحدة بعد العمليات التصنيعية هنا 12 هنا 33 هنا 21، تكاليف العمليات الإضافية الإجمالية وأعطيك واحد يعبر عن العمود عن التكاليف الإضافية. التكاليف الإجمالية هنا الإضافية مش للوحدة 15,000 دولار، يعني أنا عندي 10,000 وحدة تمام هصرف عليهم 15,000 دولار عشان أعمل عمليات إضافية. طب لو مش هعمل عمليات إضافية هبيع بالسعر ده، لو عملت العمليات الإضافية هبيع بالسعر ده. هل نحتاج إلى تطوير المنتجات أم بيعها كما هي؟ تعال ناخد المنتجات كده ونشوفه هنطور ولا هنفضل زي ما احنا ونبيعه قبل العمليات الإضافية. المنتجات التلاجة عدد الوحدات 10,000 ضربت في الإيراد الإضافي اللي هو سعر البيع بعد العمليات الإضافية ناقص السعر قبل العمليات الإضافية 12 ناقص 10 وهنا 33 ناقص 30 وهنا 21 ناقص 20 اللي هو الإيراد الإضافي للوحدة. أنا عايز أشوف دلوقتي إجمالي الإيرادات الإضافية، فبجيب الإيراد الإضافي للوحدة اللي هو سعر البيع بعد عملية التصنيع ناقص سعر قبل عملية التصنيع اللي هي الإضافية، عملية التصنيع الإضافية هنا المقصود بها، وبضربهم في عدد الوحدات بيديني إجمالي الإيرادات الإضافية. في حالة بقى التلاجة فإن العمليات الإضافية أمر يمكن القيام به، والسبب إن الإيرادات الإضافية اللي هي 20,000 دولار أكبر من التكاليف الإضافية اللي هي 15,000 دولار وأكبر منهم ب 5,000 دولار، وبالتالي في الحالة دي أقدر أعمل عمليات إضافية أمر يمكن القيام به. طب الغسالة، العمليات الإضافية أمر لا يجب القيام به والسبب الإيرادات الإضافية، الغسالة هي الإيرادات الإضافية أصغر من التكاليف الإضافية، أنا هكسب 31 هدفع 46 بالتالي أنا هخسر في الليلة دي كده 15,000 دولار. البوتاجاز، العمليات الإضافية أمر لا يجب القيام به والسبب الإيرادات الإضافية 11,500 وهنا 51,500 أصغر من الإيرادات الإضافية أصغر من التكاليف الإضافية ب 40,000 دولار. يعني طبعا ايه واضح ان الحاجة دي الوحيد اللي ممكن اكسب منه اللي هي التلاجة وهكسب منهم 5,000، الاثنين التانيين هخسر فيهم 15 و40. لاحظ انه اذا تم ادخال منتج في عمليات اضافية وكانت الارقام تشير الى انه لا يجب ادخال فان تلك التكاليف تعتبر خسارة. لو ما كانش المفروض ادخل مثلا الغسالة ودخلتها في العمليات الاضافية المبلغ ده تمام، وبالاضافة او ممكن اقول لك المبلغ ده كله اللي هو 46,500 دي خسارة تمام، او لا انا 46,500 هطرح منها 31,500 15,000 دي تعتبر بالنسبة لي انا كمنشأة خسارة تمام، مش تكاليف ما ينفعش اوزعها على المنتجات، لا دي خسارة. سؤال هوك، تقوم الشركة بتصنيع المنتجات X و Y باستخدام عمليات مشتركة، تكاليف المعالجة المشتركة هي 10,000 دولار ويمكن بيع المنتجات X و Y عند نقطة الانفصال مقابل 12,000 دولار و 8,000 دولار على التوالي 8,000 دولار على التوالي.
يعني اكس هبيعه ب 12000 وواي هبيعه ب 8000، تمام. المعالجه المشتركه اللي هي التكاليف المشتركه عندي ب 10000. بعد نقطه الانفصال تتم معالجه المنتج اكس بشكل اضافي بتكلفه قدرها 5000 دولار ويباع بمبلغ 21000 دولار، في حين يتم بيع المنتج واي بدون مزيد من المعالجه. التكلفه المشتركه الموزعه لاكس هي، واعطيني اختيارات. المفروض ان انا احسب التكلفه المشتركه الموزعه للمنتج اكس، تعالوا نشوفوا حسبها ازاي. يتم استخدام صافي القيمه القابله للتحقق عموما بدلا من قيمه المبيعات عن طريق التقسيم فقط عندما لا توجد اسعار بيع للمنتج او المنتجات عند نقطه الانفصال. لما ما بيدينيش، فاكر لما كنا بنتكلم عن طرق توزيع التكاليف المشتركه، قلت لك لو ما عنديش اسعار بيع ما اقدرش ابيع عند نقطه الانفصال، بستخدم صافي القيمه القابله للتحقق. طيب، وبما ان كلا المنتجين لديهم اسعار بيع عند نقطه الانفصال، فاننا نستخدم قيم مبيعاتها النسبيه عند نقطه الانفصال اللي هي السيلز فاليو ات سبريت اوف بوينت من اجل توزيع التكاليف المشتركه، على الرغم من انه سيتم معالجه منتج واحد بشكل اضافي. في منتج بس اللي هعالجه هو اكس، تمام. المنتجين عندهم ليهم سعر عند نقطه الانفصال، بستخدم معاهم كده طريقه السيلز فاليو ات سبريت اوف بوينت. في منتج واحد هقدر اعالجه، هعمل له معالجه اضافيه اللي هو المنتج اكس. طيب نكمله. باستخدام طريقه القيمه المبيعات النسبيه للريليتيف سيلز فاليو ميثود، سوف نقوم بتوزيع ال 10000 دولار من التكاليف المشتركه للمنتجات المختلفه. بما ان المنتج اكس لديه قيمه مبيعات عند نقطه الانفصال تبلغ 12000 دولار، تمام، ولدى واي قيمة مبيعات عند نقطة الانفصال قدرها 8000 دولار، فإن إجمالي قيمة المبيعات هو 20000 دولار. تعالى كده ناخد الحتة دي تاني. هو بس السؤال يا جماعة ملوش علاقة باتخاذ القرار إن أنا هكمل ولا مش هكمل، تمام. هو أنا مش عارف ليه جبت السؤال ده هنا، بس ماشي، بما إننا دخلنا فيه تعالى ناخدوه وخلاص. طب نرجعوا كده. بما ان المنتج اكس لديه قيمه مبيعات عند نقطه الانفصال تبلغ 12000 دولار، اهو منتج اكس 12 ولدى واي 8000، فان اجمالي قيمه المبيعات هو عطيني قيمه المبيعات، واخد بالك، على عكس الاسئله اللي فاتت كان بيديني سعر البيع للوحده وبعد كده انا اجيب عدد الوحدات اضربهم في سعر البيع. لا، هنا عطيني القيمة الإجمالية، فهو عطيني 12000 هجمعهم على 8000، وخد بالك إن أنا بستخدم اللي هي الـ Relative Sales Value، تمام، اللي هي طريقة قيمة المبيعات، لأن أنا عندي المنتجات ليها أسعار بيع عند نقطة الانفصال. طيب لو ما عنديش أسعار بيع عند نقطة الانفصال، هستخدم اللي هي قيمة قابلة للتحقق اللي هي net realizable value. المهم، فهو جمع 12 و8 اداني 20000. 60% من هذه هو من المنتج اكس. جاب ال 60% ازاي؟ المنتج اكس اهو 12000 على 20000 اداني 60%، لذلك المنتج سوف يحصل على 60% في اجمالي التكاليف المشتركه. 10000 هيديني 6000 دولار من التكاليف المشتركه، فالمنتج اكس هياخد 6000 دولار من التكاليف المشتركه. ومعلش انا مش عارف السؤال ده جه هنا ازاي يعني، لكن هو سؤال ضمن ضمن الحاجه اللي احنا اخدناها، بس ملوش علاقه بان انا هاخد قرار في التصنيع في عمليات اضافيه ولا لا. هنشوف، هيجي معانا سؤال في التصنيع هل هعمل عمليات اضافيه ولا هبيع عند نقطه الانفصال، هنشوفه. لو جه معانا جه، لو ما جاش اديك اخدت مثال واخدت فكره عامه كده عن الموضوع. المنتجات السنويه، الدرس الثاني معانا الباي برودكت كوستنج. يظهر كده يا جماعه ان خلاص مفيش اسئله عن السيل اتسبيريت اوف بوينت او بروسيس او اديشنال بروسيس او عمليات اضافيه، تمام.
ان شاء الله لما نيجي نحل اسئله عن المواضيع دي نبقى ناخد اسئله عن من هوك او من جلايم عن ان انا ابيع ولا ان انا اعمل عمليات اضافيه. خلينا نخش على الدرس الثاني بتاعنا سريعا كده اللي هو المنتجات السنويه الباي برودكت كوستنج. دي الرسمه اللي احنا اخذناها في اول محاضره وقلت لك دي الرسمه اللي احنا جبناها من يونت 4 واتكلمنا عنها مش هنتكلم عنها تاني. اخد بالك من منتجات A و B و C. ممكن يظهر معايا هنا منتج اسمه D. المنتج دي ده بيبقى منتج ثانوي، يعني بيطلع معايا كده فوق البيع زي ما بيقول. تمام، ممكن يبقى ليه تكاليف منفصله وممكن ما يبقاش ليه تكاليف منفصله. هنتعرف على المنتج الثانوي وازاي بنتعامل معاه في السلايدات اللي جايه. طيب المنتجات السنوية هي منتجات تأتي بجانب المنتجات المشتركة، وهي منتجات تأتي نتيجة لعملية التصنيع، وإذا ظهرت تلك المنتجات بأحجام كبيرة فإنه يتم رسمنتها في حساب مخزون منفصل يتم يتحمل المنتج السنوي الجزء الخاص به من التكاليف المشتركة. لو عندي بحجم كبير برسمله على حساب مخزون منفصل وبيتحمل الجزء الخاص به من التكاليف المشتركة. طيب سؤال للتذكرة، ما هي طرق توزيع التكاليف المشتركة؟ السؤال ده خلينا كده نتفاعل مع بعض فيه. اكتب لي في التعليقات، هديك 10 ثواني، اكتب لي في التعليقات ايه طرق توزيع التكاليف المشتركة. جميل، بص بقى الطريقة الأولى قلنا اللي هي الفيزيكال ميجرد بيزد ابروتش. الطريقه الثانيه اللي هي السيلز فاليو اتسبيريتوف ميثود. الطريقه الثالثه اللي هي الاستيميتد نت ريلايزابل فاليو. الطريقه الرابعه اللي هي الكونستنت جروس مارجن برسنتج. بعد توزيع التكاليف على المنتجات السنويه سيظهر عندك ثلاث حالات. طبعا انا بوزع برضو على المنتج السنوي بالطرق الثلاثه دول معنا، اللي هي الوحدات المنتجه، المبيعات عند نقطه الانفصال، القيمه القابله للتحقق، نسبه هامش المساهمه. لما بوزع على التكاليف دي على المنتج السنوي بيظهر عندي ثلاث حالات. الحاله الاولى ان انا ما اقدرش ابيع المنتج السنوي، يعتبر حينها تلك التكاليف خساره. التكلفه اللي اتوزعت على المنتج السنوي بتعتبر في الحاله دي خساره. الحالة الثانية سعر البيع بيساوي التكلفة القابلة للتحقق، أي أن المنتج السنوي سيباع بسعر التكلفة، لا يوجد أرباح من هذا المنتج. دي الحالة الثانية، هبيعه بنفس تكلفته، كلفته 1000 هبيعه ب 1000، كلفته 10 هبيعه ب 10. الطريقة الثالثة، من الممكن أن يخضع هذا المنتج السنوي لعمليات إضافية مثله مثل المنتجات المشتركة. ممكن يبقى عندي فارذر بروسيس، تمام، وبالتالي فإن المنتج الثانوي سيخضع أيضا لنفس الخطوات السابقة السابق شرحها من مقارنة الإيرادات الإضافية بالتكاليف الإضافية. فإذا كانت نفس الكلام، الإيرادات الإضافية التكاليف الإضافية يتم عمل عمليات إضافية للمنتج، إذا كانت الإيرادات الإضافية أكبر من التكاليف الإضافية يتم عمل عمليات إضافية للمنتج، وإذا كانت الإيرادات الإضافية أقل من التكاليف الإضافية لا يتم عمل عمليات إضافية للمنتج الثانوي. وفي تلك الحالة إما أن يعتبر المنتج السنوي خسارة أو يباع بسعر التكلفة وبالتالي لن يكون هناك أرباح. في حالة أن الإيرادات الإضافية أصغر من التكاليف الإضافية، تمام، في الحالة دي بيعتبر المنتج السنوي خسارة أو ببيعه بسعر التكلفة، وفي الحالة بيعه بسعر التكلفة مش هيبقى عندي أرباح. طيب خد بالك من الجزئية دي، هي بسيطة برضو يعني حاجة سهلة كده خدها على السريع. إذا يمكن القول أن هناك طريقتين للتعامل مع التكاليف المشتركة الموزعة على المنتجات السنوية، اللي هي أول طريقة طريقة الإنتاج، وتاني طريقة طريقة المبيعات اللي هي البرودكشن ميثود والسيلز ميثود. أول طريقة اللي هي طريقة الإنتاج، يتم الاعتراف بمخزون المنتجات السنوية في الميزانية العمومية. في الحالة دي بعترف ب لو ما بعتش المنتج السنوي لو فضل عندي في المخازن بعترف به كمخزون في الميزانية العمومية. الطريقة الثانية، لا يتم الاعتراف بمخزون المنتجات السنوية في الميزانية العمومية، ما بعترفش بمخزون المنتجات السنوية في الميزانية العمومية. تفصيل الجزئيتين دول مش عليك، تمام، التفاصيل مش عليك، انت اعرف بس ان احنا عندنا برودكشن ميثود وحاجة اسمها تانية اسمها سيلز ميثود.
والاختلاف بين الطريقتين في طريقة تسجيل القيود اليومية. بيختلفوا الطريقتين في التعامل برضو، ايه اكيد بيبقى فيه انعكاس على القيود اليومية. السؤال ده من هوك والسؤال ده من CIA. بيقول لك تصنف الشركة الصناعية بشكل صحيح منتج كمنتج ثانوي بدلا من منتج رئيسي، لان امتى الشركة بتصنف منتج كمنتج ثانوي وامتى بتصنفه كمنتج رئيسي؟ وخد بالك من الجزئية دي ولازم تبقى عارفها زي اسمك. لا يمكن ابدا تطويره الى منتج رئيسي بواسطة المصنع او اي مصنع اخر لديه حجم مادي منخفض بالمقارنة مع المنتجات الرئيسية الاخرى. قيمة مبيعات المنتج منخفضة بالمقارنة مع المنتجات الرئيسية ليس لديه قيمة بيعية لشركة التصنيع. الفرق الجوهري ما بين المنتج الثانوي والمنتج الرئيسي هو ان قيمة مبيعات المنتج الثانوي منخفضة مقارنة بالمنتجات الرئيسية. تمام، فالإجابة سي. تعال ناخده بقى ايه بقية الإجابات ونشوفه ليه غلط. لا يمكن ابدا تطويره الى منتج رئيسي بواسطة المصنع او اي مصنع اخر. المسألة دي يعني ما فيش عليها كلام، يعني ما حدش اشار ان المنتج الثانوي ممكن يتحول لمنتج رئيسي. تمام، ومحدش نفى العكس، يعني ما على حسب الصناعة. منتج ممكن منتج ثانوي يبقى منتج رئيسي معاك. تمام، يبقى منتج رئيسي بمعنى ايه؟ ليه قيمة تحوله، انه يبقى ليه قيمة بيعية كبيرة سواء عندك او عند مصنع اخر. بالتالي الاجابة ايه؟ مش مظبوطة. الإجابة بي بتقول لك لدي حجم مادي منخفض بالمقارنة مع المنتجات الرئيسية الأخرى. حجم مادي منخفض يعني لو بتوزن بالجرام مثلا، فالجرامات بتاعت الحجم بتاعت المنتج الثانوي أقل من المنتج الرئيسي، وده غلط بسبب أنت ممكن زي ما قلت كده مثال على أنك بتطلع منجم وبتطلع ذهب وبيطلع معك نحاس. ممكن النحاس الحجم المادي بتاع النحاس وكنت اتكلمت عن المثال ده لما اتكلمنا على الفيزيكال ميجرد ابروتش. تمام، اللي هي اول طريقه، اللي هي طريقه توزيع التكاليف التكاليف المشتركه اللي هي كانت اول طريقه خدناها. قلت لك حجم المادي للذهب اللي هو المنتج الرئيسي والاساسي بالنسبه لك منخفض مقارنه بالنحاس. النحاس ممكن تطلع فيه 500 جرام في المقابل بتطلع 10 جرام ذهب. بالتالي الإجابة بي غلط. طيب الإجابة دي ليس لديها قيمة بيعية لشركة التصنيع. قلت لك إن إحنا لما بنوزع التكاليف المشتركة على المنتجات السنوية بيطلع عندي ثلاث حالات، منهم إن أنا يبقى عندي قيمة بيعية. تمام، وممكن ما يبقاش عندي قيمة بيعية. فمسألة القيمة البيعية مش حجر الاساس كده في المقارنه ما بين المنتج الثانوي والمنتج الرئيسي. حجر الاساس والحاجه الرئيسيه في المقارنه ما بين المنتجين دول هو قيمه المبيعات المنتج منخفض. وخد بالك في المساله يديك قيمه مبيعات منخفضه جدا بحيث انك تاخد بالك ان لا المنتج ده فيه حاجه غلط، يا اما هيقول لك المنتج ده منتج ثانوي. وبكده يا جماعه نكون خلصنا الدرس بتاع النهارده. هناخده بقى الجزئيه بتاعه الانجليزي، الفرق ما بين 2 و 4. بيقول لك هذا الصنعان. تمام، how to use English prepositions 2 and 4. طيب، في بعض الاحيان يكون استخدام حرف الجر الخاطئ لا يغير كثيرا من معنى الجمله، كذلك الامر بالنسبه لكل من 4 و 2، الا انه في بعض الاحيان قد يختلف المعنى تماما. يعني ممكن استخدامك لنفس حرف الجر 2 او 4 مش هيغير حاجه في الجمله، ممكن استخدامك ل 2 او 4 في الجمله يغير معناها بشكل تام، ولا يختلف الاستخدام بين كلا الازمنه سواء كانت الماضي او المضارع او المستقبل. اللي احنا هنقوله ده ينطبق على الماضي والمضارع والمستقبل. احنا خلصنا في كورس الانجليزي المضارع، شرحنا البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينيوس والبريزنت بيرفكت سيمبل والبريزنت بيرفكت كونتينيوس، وشرحنا الباست سيمبل. تمام، لحد دلوقتي شرحنا الباست سيمبل، ان شاء الله هنكمله الباست وبعدين نخش على المستقبل فيوتشر. طيب استخدامات 2،
المواقف اللي بستخدم فيها تو. اول حاجه دايركشن او ديستنيشن، وخد بالك نوت جاست فيزيكال موفمنت، مش شرط يبقى ان انا دايركشن اللي هو اتجاه، ديستنيشن اللي هو مسافه، مش شرط يبقى المسافه دي ماديه او الحركه ما بين حاجه لحاجه من مكان لمكان، مش لازم تبقى حركه ماديه، مش لازم يبقى من مكان لمكان، لا ممكن تبقى من شخص لشخص، معلومه بتتنقل من شخص لشخص. ابسط مثال اقول لك I am going to work، استخدمت هنا تو I am going to work، انا هنتقل بنفسي كده من مكان اللي هو المكان اللي انا فيه حاليا للمكان التاني اللي هو الورك. مثلا اقول لك management accounting is concerned principally with reporting to internal users. طبعا احنا لما كنا نتكلم عن الجزئيات الانجليزي للنظافة الاخر بنحاول نربطها بالمنهج بتاعنا، بنحاول على قد ما نقدر نربطها بالمنهج بتاعنا. فانا بقول لك ان المحاسبة الادارية في الاساس مهتمة بتقديم التقارير للانترنال يوزرز، فانا بقدم التقارير فبنقل معلومة او بنقل ورق من المنشأة للمستخدمين داخل المنشأة internal users. مثلا اقول لك cost driver is the basis used to assign costs to a cost object. cost driver اللي هو محرك التكلفة هو الاساس اللي بستخدمه عشان assign costs to cost object، عشان يعني احدد التكلفة لوحدات التكلفة، تمام؟ cost object ده اول استخدام. برضو معانا مثلا direct labor is the cost of human labor that can participably be traced to the product. يعني تكاليف العمالة المباشرة هي تكاليف ال human labor، العامل البشري، that can participably be traced to the product. يعني اقدر اتتبعها، التكلفة اللي اقدر اتتبعها للمنتج. فانا في عندي هنا حاجة بتتبعها الحاجة، فتقدر تقول ان هي في movement، في حركة، عشان كده استخدمت تو. في ممكن برضه اقول لك من استخدامات تو ان هي transfer او exchange، نقل transfer، exchange او اللي هي التبادل. مثلا اقول لك give او send، فانا بعطي شخص حاجة فدي بنقل له حاجة استخدم تو، برسل لشخص حاجة send فبستخدم تو. الاستخدام التاني with the time between two points and period of time. زي مثلا اقول لك accounting period will only cover the period from January 70 January 17 to January 31، تمام؟ January 17 to January 31. يعني الـ accounting period، الفترة المحاسبية، بتغطي cover the period، بتغطي فترة من يناير 17 لحد يناير 31 طبعا السنة اللي جاية. فأنا بتكلم هنا عن period of time فاستخدمت تو. برضو في استخدام فور في نفس لما بعبر عن بيريود، بس هنبقى ناخدوها ان شاء الله لما نتكلم عن فور. تالي حاجة اللي هي بريفرنس، اللي هي التفضيل، او كومباريسون، برضو المقارنة، ان انا اعمل اقارن حاجة بحاجة او افضل حاجة على حاجة. I prefer learn management accounting to financial accounting، يعني افضل المحاسبة المالية عن المحاسبة الإدارية، أفضل المحاسبة الإدارية عن المحاسبة المالية. رابع استخدام limit أو end point، حاجة ليها limit، محدودة، يعني ليها نقطة نهاية. US economic growth revised up to 4.2% for the second quarter. US economic growth يعني النمو الاقتصاد الامريكي بينمو بمعدل
4.2% من للفتره فور ذا سكند كوارتر، للفتره الثانيه. استخدامات فور، المواقف اللي بستخدم فيها فور لما بتبقى بنفيت او جود ثينج، يعني حاجه كويسه. مثلا اقول لك studying English is good for your career، يعني مذاكره الانجليزي حاجه كويسه لكارير، يعني مهنتك لوظيفتك. او detrimental، يعني detrimental بتيجي بمعنى حاجه سيئه، تمام، bad. زي مثلا smoking is bad for your health، تمام، التدخين سيء على صحتك. في الschedules والarrangements برضو اقدر استخدم for، زي مثلا في المسائل دي هتلاحظها، في المسائل يقول لك income statement of، ويديك اسم الكوربوريشن for July، تمام، قائمة الدخل للمنشأة دي لشهر جولاي. او مثلا يقول لك the company has budgeted the following information for the year، فبرضو استخدم هنا for، ويديك طبعا ايه البيانات بقى بتاعت البادجت، او يديك البيانات بتاعت الانكم ستيتمنت. موتيف او ريزون، موتيف بتيجي معنا الدافع، او ريزون السبب. زي مثلا اقول لك I went to warehouse for material، يعني انا ذهبت للويرهاوس اللي هو المخزن من اجل الماتيريال. خامس حاجه اقدر استخدمها مع بيريد اوف تايم، فتره برضو من الزمن، زي ان انا اقول لك I work in KPMG for 5 years، انا اعمل في KPMG for 5 years. طبعا KPMG احنا عندنا حاجه اسمها البيج فور، البيج فور اللي هم اربع اكبر اربع شركات في المحاسبه، زي مثلا اللي هم ديلويت، تمام، وديلويت دي امريكيه، وارنست اند يونج، تمام، ودي بريطانيه، وكي بي ام جي ودي هولنديه، وبي دبليو سي برضو بريطانيه، بي دبليو سي بريطانيه، تمام. فدول اكبر اربع شركات في المحاسبه. في واحده رابعه ان شاء الله نبقى نتكلموا عنها لما ناخده، في واحده خمسه، معلش، في واحده شركه خمسه واتشطبت، هنبقى نتكلموا عنها لما نتكلم عن الانترنال كنترول ان شاء الله، اللي هي اخر حاجه معانا في المنهج. طيب سادس حاجه doing something to help someone، لما بعمل حاجه عشان اساعد بيها حد بستخدم فور. زي مثلا اقول لك cost management working on increasing value for customers and lower costs of products and services. برضو ان انا بعمل حاجه، مش لازم انا ده اكون شخص بني ادم، يعني انسان، لا، ممكن يبقى انا دي تعود على المحاسبه مثلا، تعود على زي هنا cost management، اداره التكاليف، تمام. فإدارة التكاليف بتعمل على زيادة القيمة للعملاء customers and lower costs of products and services، يعني بتقلل تكاليف المنتجات والخدمات. سابع حاجة وآخر حاجة معانا اللي هي function أو الوظيفة. زي مثلا إن أنا أقول لك ABC can be used for manufacturing or service businesses، يعني الـ ABC وده نظام في التكاليف كنا اتكلمنا عنه، بيستخدم في البيزنسز اللي هي الأعمال الصناعية أو الخدمية، تمام، المنشآت الصناعية أو المنشآت الخدمية. دول السبع استخدامات بتوع فور. طبعا يا جماعة استخدامات فور واستخداماته مش قاعدة ثابتة، تمام، وبرضو هتلاقي ناس كاتبة استخدامات تانية وناس حاطة استخدامات أقل. فأنت وأنت بتتعامل كده مع المنهج وبتتعامل مع اللغة الإنجليزية، يبقى حاول تاخد بالك من الحاجات دي، تمام. إمتى بقى ينفع استخدم تو أو فور؟ هناخده
استخدامات ينفع استخدم فيها تو او فور، زي مثلا تو اكسبريس ريزون عشان اوضح السبب. ان انا اقول لك I went to warehouse to get stuff، انا رحت للمخزن to get stuff عشان احضر stuff اللي هي المواد. ولكن خد بالك ان هنا تو جاء بعديها فيرب، ف تو بيجي بعديها فيرب، والتركيز هنا في الجملة على جلب المواد، ان انا عايز اجيب المواد. في حين ان فور بقول لك I went to warehouse for stuff، فور جاء بعديها النون على طول، فور بلس نون، والتركيز هنا على المواد، انا مركز على المواد مش على جلب المواد، لا انا مركز على المواد. ممكن الجملتين يبقوا في السياق يشيروا الى نفس المعنى اللي هو جلب المواد، لكن الجملة الاولانية اللي استخدمت فيها تو وجاء بعديها الفيرب، تركيزي اكتر على ان انا رايح الويرهاوس عشان اجيب المواد احضرها. الجملة التانية فور ستاف، ممكن من السياق ان انا كنت رايح عشان اجيب المواد، او كنت رايح عشان اتعامل مع المواد، كنت رايح ابعت المواد وهكذا. فاللي عايزك تاخد بالك منه وهيتكرر معانا ان تو بيجي بعديها فيرب، فور بيجي بعديه نو. الاستخدام التاني تو بوينت اوت ريسيبيانت. بوينت اوت بمعنى اشارة، ان انا لما باجي اشير الى مستلم، ريسيبيانت اللي هو الشخص المستلم او المتلقي. اقول لك مثلا تو give this to your team leader، يعني اعطي هذه الى تيم ليدر اللي هو قائد الفريق. الفعل هنا give يدل على الحركة، لهذا تم استخدامته. احنا اتكلمنا عن الافعال التي تدل على الحركة والافعال التي لا تدل على الحركة، تمام؟ من الافعال اللي تدل على الحركة give زي وgo وافعال كتير، وده الاصل في الافعال او ده السائد في الافعال ان هي تدل على الحركة. في افعال تانية لا تدل على الحركة زي made leave يعني عيش، made يعني يصنع وهكذا. كنا اتكلمنا برضه عن الحاجات دي في كورس اللغه الانجليزيه، الناس اللي متابعه معايا كورس اللغه الانجليزيه كنا اتكلمنا عن الحاجات دي بشكل اكثر تفصيل. طبعا هيجي كلام عنها بشكل اكتر من كده ان شاء الله في المستقبل. فور اقول لك بقى ايه، this is for your team leader. ف is هنا فعل لا يدل على الحركة، عشان كده استخدمت معاه for. فgive فعل يدل على الحركة، give يعني يعطي، is لا لا يتدل على الحركة فاستخدمت معاه for. برضو اقدر اقول I made it for him. فmade من الافعال التي لا تدل على الحركة، عشان كده استخدمت معاها for، تمام؟ فده فرق تاني من الفروقات ما بين تو وفور. والاثنين يعني الجملة اقدر اعبر عنها بتو، اقدر اعبر عنها بفور، والجملة تدي نفس المعنى. لكن بصيت هنا في الاستخدام ده، بصيت لهل الفعل يدل على الحركة ولا لا يدل على الحركة. intention، تمام؟ intention يعني الهدف او النية. زي مثلا ان انا اقول لك what do you want I what do you expect، عايز ايه او what do you want او what do you expect، ماذا تتوقع. could you please ask احمد to send me the file. فانا يعني بطلب من واحد انه يطلب من واحد انه يبعت لي الفايل، تمام؟ فاستخدمت تو واستخدمت سند اللي هو فيرب يرسل، فتو هنا جاء بعديها فيرب ان هو يبعت لي الفايل، والتركيز هنا برضو على جلب الملف ان انا عايزه يبعت لي الملف. فور بقى اقول لك could you please ask احمد for the file، طبعا فور جاء بعديها على طول the file اللي هو النوم، والتركيز هنا كان على الملف، اساله عن الملف، تمام؟ معنى ان انا اساله عن الملف انه يجيبه لي يعني، تمام؟ لكن ممكن
مش يعني ما عنديش هنا تركيز على انه يعني يرسل لي الملف ازاي مثلا او send me the file انه يبعث لي الملف. ممكن for the file انه يعني يجيبه بس يعني مش عن طريقك انت مثلا, مش عن طريق احمد. فاللي عايز اقوله لك يعني انك لازم تاخد بالك, الافضل يعني انك تاخد بالك من to بيجي بعديها الفيرب تمام في الاستخدامات بالشكل ده, وفور بيجي بعديها noun. دي حاجة لازم تاخد بالك منها. to بستخدمها لما بركز على الفعل, فور بستخدمها لما بركز على الناون نفسه. ask someone to do something لما بطلب من واحد, اللي هو استخدام الاخير الانتنشن, لما بطلب ask someone to do something بستخدم to, ask someone for something بستخدم for. ف to بيجي معاه do اللي هو يعني ايه الفعل, do doing something do something. في بعض الحالات اللي تعامل كل من فور وتو كحروف جر, في حالات كده ما بتعملهاش كحروف جر, مش هنتكلم عليها النهارده, لكن اعرفها كده معلومه عامه. الاستخدام الرابع invite لما باجي ادعو حد, مثلا I invited احمد to a party او wedding, دعوت احمد لحفله او wedding اللي هو حفل الزفاف. فهنا استخدمت to مع event اللي هو الحدث اللي هو البارتي او حفل الزفاف. لكن مثلا لو قلت لك I invited احمد for a dinner, ده معناه ان انا بدعوه للاكل نفسه, to eat. طيب لو قلت I invited احمد to a dinner, لا, لو قلت لك I invited احمد to a dinner ده معناه ان انا بدعوه للايفنت اللي هو بتقدر تقول مثلا المكان اللي هنتجمعوا فيه وان احنا نتجمعوا مع بعض وبتاع, مش الاكل نفسه, مش to eat تمام. ف to بتيجي مع الايفنت الحدث نفسه, for بتيجي مع الشيء او الطعام وهكذا الاكل زي ما في الجملة. او مثلا اقول لك هنا I invited احمد to a dinner event dinner party تمام, اللي هي الحدث نفسه. what did you do for him to him, هنشوفوا الفرق ما بينهم برضو. دي حاجة بيساعد, ممكن تحط to ممكن تحط for, بس طبعا الاختلاف بيبقى موجود. زي مثلا ان انا اقول لك what did you do to him, فانا بسألك انت عملت له ايه, فبتكلم هنا عن directed action حدث مباشر. وما بستخدمش, خد بالك ان انا لما في الاجابة ما بستخدمش do. for اقول لك what did you do for him, معناه ايه لما اقول لك what did you do for him, يعني انت عملت ايه بالنيابة عنه, on behalf يعني نيابة عنه, وما بستخدمش for في الاجابة تمام. فده الفرق ما بين to و for في الصيغة ده, what did you do to or for him. وبكده نكون خلصنا استخدامات to و for مع بعض تمام. طبعا في استخدامات تانية وفي استثناءات وفي حاجات وفي افلام تانية, يعني احنا ايه, انا مجرد كده بديك افكار عامة. تعالى ناخد بقى ايه شوية اسئلة كده عن 2-4 واوضح لك شوية حاجات مهمة لازم تبقى عارفة. زي مثلا ان انا اقول لك I made this lecture not you تمام, هستخدم 2 ولا 4؟ هستخدم طبعا for I made this lecture for you, يعني انا عملت هذه المحاضرة لك تمام او من اجلك, ف for you.
طيب I gave the invoice not buyer. يعني أنا أعطيت الانفويس الفاتورة للباير المشتري. تمام؟ فالترانسفير أو الاكسشينج بستخدم معاه تو فهتبقى تو. طيب I gave the voucher voucher I gave the voucher not supply I gave the voucher not supply voucher اللي هي القسيمة اللي هي هناخدوا الفروقات ما بينهم. هناخدوا invoice وvoucher وبيل وشوية حاجات كده هناخدوها مع بعض. لكن برضو لما باجي بنقل حاجة او في transfer لحاجة بستخدم to. طيب I gave receipt. ايه الفرق ما بين invoice و receipt؟ هقول لك الفرق ما بينهم. لكن I gave receipt to customer. I gave coupon to customer. I gave the bill to supplier. ايه الفرق بقى ما بين invoice و voucher و receipt و coupon و bill؟ ايه الفرق ما بين الخمس حاجات دول؟ تعال ناخده مع بعض الفروقات ما بينهم. invoice generally speaking an invoice is a commercial instrument issued by seller to buyer. يعني عموما كده هي عبارة عن فاتورة ب commercial instrument تقدر تقول كده ايه مستند تجاري بيصدره السيلر اللي هو البائع للمشتري. It identifies both the trading parties. بتوضح عناصر او بارتس اللي هي مثلا اقدر اقول لك طرفي التريدنج التجارة. And lists describes and quantifies the items sold. بتقول لك عن تفاصيل وكمية الحاجات اللي اتباعت. items sold shows the date of shipment and mode of transport. بتبين لك ال date of shipment يعني تاريخ الشحن, mode of transport يعني وسيلة الشحن, prices الأسعار and discounts if any. if any بمعنى إن وجدت. prices الأسعار and discounts اللي هي الخصومات إن وجدت. and the delivery and payment terms. بتقول لك الدليفري تمام التوصيل وشروط شروط التوصيل وشروط and payment terms شروط الدفع. deal invoice اللي هي بالعربي تقدر تقول عليها فاتورة. طيب الفاوتشر احنا عندنا اتنين في الفاوتشر والحاجات دي تفاصيلها مش عليك لكن اعرفها بحيث انك ممكن تتسأل عليها في انترفيو في امتحان كده بعيد عن السي ام اي في اي حاجة. عندنا receipt voucher و refund voucher سند القبض وقسيمة استرداد او سند استرداد. الريسيت فاوتشر بروف اوف ريسيفينج ادفانس فور سبلاير اند بروف اوف بيمنت فور باير. يعني بيبقى اثبات ان انا اخدت فلوس ان المورد اخد فلوس مقدما واثبات ان المشتري تمام دفع فلوس مقدما. It is issued by person receiving advance amount. بيصدروا الشخص اللي دفع اللي استلم أموال مقدمة. تمام؟ طب الريفاند فاوتشر. ريفاند أساسا بتيجي بمعنى إعادة ريفاند إعادة تموين مثلا. تمام؟ فأنا بعيد دفع إعادة دفع. When supply are not made as bare terms and condition or because of any other reason. لما بيبقى السبلاي المورد مثلا ما عملش حسب ما مشاش حسب الشروط او الظروف او اي سبب due to this supplier need to return that advance amount. فبيبقى
دي حاجه كده ان انا ايه عايز من السبلاير انه يرجع الفلوس اللي انا دفعتها مقدما. In such case refund voucher is issued. في الحاله دي انا كمشتري بعمل حاجه اسمها refund voucher وباخد فلوسي تاني. طيب كده اخدنا الانفويس والفاوتشر الاثنين، الريسيت فاوتشر والريفاوند فاوتشر. الحاجه الثالثه اللي هي الريسيت، طبعا البي هنا سايلنت، ريسيت. ايه الريسيت دي؟ A receipt is a different from an invoice in that an invoice is requesting payment for products or services received, while a receipt is proof that the services or products have already been paid for. الفرق بيقارن هنا ما بين ال invoice و receipt. بيقولك ان ال invoice بعملها is requesting payment، في طلب دفع للمنتجات والخدمات التي received، خلاص استقبلتها، في حين ان الريسيت بتبقى proof is proof that the services or products have already been paid for، بيبقى اثبات ان انا دفعت خلاص للمنتجات او الخدمات. An invoice comes before the payment has been made while a receipt comes after the payment has been made. الانفويس بعمله قبل الدفع، في حين ان الريسيت بعمله بعد ما بدفع، after the payment. طب الكوبون اللي هو a voucher entitling the holder to a discount for a particular product، بيبقى عبارة عن برضو فاوتشر، قسيمة او سند، بتبقى عنوانها كده بيقول ان الحامل هذه القسيمة لخصم ديسكاونت فور a particular product، لمنتج محدد او منتجات محددة او خدمات محددة. طيب البيل، it is also a type of invoice but basically when taxable goods goods are supplied then invoice is issued and when exempted goods are supplied then bill is issued. هو انا سمعت في الفرق ما بين invoice و bill فروقات كتير، لكن دي حاجة من ضمن الحاجات اللي بيتقال ان هي فرق ما بين invoice و bill، ان ال bill تمام بتبقى للحاجات اللي هي معفاة من الضريبة، exempted goods تمام، اللي هي ضرائب او منتجات معفاة ضريبية، في حين ان taxable goods بتبقى منتجات خاضعة للضريبة، في الحالة دي بصدر لها invoice تمام. والاثنين في اللغة العربية بيجوا بمعنى فاتورة، invoice او bill. ده الفرق ما بين الخمس حاجات دول اللي هما الانفويس والفاوتشر والريسيت والكوبون والبيل. خد بالك بقى ان الزمن المستخدم هنا هو الماضي البسيط، وكنا دي اخر محاضرة اتكلمنا عنها، محاضرة الماضي البسيط بتبقى عبارة عن السبجكت بلس الباست سيمبل. احنا عندنا الفعل ليه ثلاث اشكال، انفينيتيف وباست سيمبل وباست بارتيسيبل. الفعل الافعال اللي احنا اخدناها في الجمل دي هي ميد و جيف. ف ميد و جيف، فالانفينيتيف جيف جي والباست سامبل جيف والباست بارتيسيبل جيفن. طيب ميد بقى الانفينيتيف ميك، الباست سامبل ميد، الباست بارتيسيبل ميد. هنا انا استخدمت الباست سامبل لان ده زمن الماضي البسيط، subject plus past simple هو ده تكوين زمن الماضي البسيط. وطبعا استخدامات الماضي البسيط اتكلمنا عنها تمام، ودلالات الماضي البسيط اتكلمنا عنها في محاضرة الماضي البسيط، يا ريت تبقوا ترجعوا لها. ولو انت اخد بالك دي افعال irregular يعني افعال غير منتظمة، ف
الافعال المنتظمه بتبقى الباست سيمبل بلس اي دي في نهايته اي دي، الباست بارتيسيبل برضه نهايته بيبقى فيها اي دي. الافعال الغير منتظمه غالبا بتبقى نهايتها اي ان، لكن مش شرط لان ميد هنا ما بتنتهيش باي ان، غالبا بتبقى نهايتها اي ان او تي. تمام، اي ان او تي. وبس كده يا جماعه خلصت محاضرتنا الحمد لله للنهارده. تمام، نشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه، ان شاء الله عندنا محاضرتين ونخلصوا محاسبه التكاليف. كده هنبقى خلصنا 3 يونيتات بتوع محاسبه التكاليف، 4 و5 و6. تمام، ما تنسوش تحلوا الاسئله في نهايه الملف بتاع البي دي اف، وطبعا شارك الفيديو، اشترك في القناه لو مش مشترك، وسجل اعجابك بالمحاضره لو عجبتك، ونشوفكم ان شاء الله المحاضره اللي جايه. يلا السلام عليكم.